يتصل بابو الخوة النظيفة اللي ينزل بيانات لو هو رجل ما يخترق ما يختل ورا العالم الافتراضي، لا يكون جبان، خلي واجه. عيب البشر يختل ورا عالم افتراضي جبان يستخدم الفيسبوك ويستخدم بيه ويأخذ وسيلة للتسقيط، يطلب من الخفاجة هذا ابو الخوة النظيفة ينقله من وزير من وزارة المالية، هو موظف بالمالية، ينقله من المالية يريد يجيبه يمه حتى يختل جبان، يختل وراء هذا العالم الافتراضي ويسقط بالناس. نايبة تقول عندكم علاقات مع موقع الخوة النظيفة. شنو موقع الخوة النظيفة؟ تنشرون حتى ينشر بيانات السيد المفتش العام وبياناتكم مقابل يعني اجراءات مصلحيه اداريه ربما خلينا نسميها، فعندكم تعاون احنا تعرف اليوم مواقع محدده يعني؟ اكو موقع عندنا موقع رسمي اللي هو موقع السيد موقع مكتب السيد المفتش العام المحترم اللي نزل الفيديو اللي عرضنا قبل شوي. نعم يتم عرض النشاطات ويتم عرض اي شيء يخص مكتب المفتش العام وحتى مؤتمرات المجلس الاعلى لمكافحه الفساد يتم عرضها من خلال الموقع الرسمي اللي هو موقع مكتب السيد المفتش العام. وليس لدينا أي صفحة ولا نتعامل مع المواقع الأخرى، لأن هو موقع الرسمي المكتب السيد المفتش العام هو موقع رسمي ويعتمد ومنظور من الكثير من المشاهدين يعني ولا داعي للصفحات الأخرى. يعني هذا تبرئة لأصدقاء والأخوان بصفحة الخوة النظيفة نهائياً. الأخوان ما عندنا أي تعامل وياهم وما عندنا أي اتصال وياهم، لكن تعرف الكثير من الصفحات أو المواقع أو الأشخاص لديهم الموقع الرسمي لمكتب المفتش العام المحترم، فيقومون بالدخول للموقع ويشاهدون النشاطات اللي معروضة واللي منشورة في هذا الموقع.